فن المسرح بكل تفاصيله، بإضاءاته وديكوره، بملابسه وإخراجه وأبطاله، حالة فنية عالية جدا. مش هو برضو أبو الفنون؟ مع مسابقة العروض المسرحية مع إبداع هتحقق حلمك. إبداع خيال، والخيال بمهرجان إبداع الموسم التاسع هيبقى واقع، واقع لشباب كل حلمه إن فنه وإبداعه يوصل ويخرج للنور. مهرجان إبداع الموسم التاسع بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من أستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة موعدنا مع منافسات مسابقة العروض المسرحية، واللي بيشارك فيها 1000 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وهيتنافسوا على جوائز قيمتها 716 ألف جنيه مصري. جوائز مسابقة العروض المسرحية بتحمل اسم فتى مصر الأول الفنان القدير محمود ياسين. حفر الفنان الكبير محمود ياسين اسمه كأحد أهم رواد المسرح والسينما بعد أن أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأعمال على كافة المستويات، والتي يعد البعض منها من علامات الفن المصري والعربي. الفنان القدير محمود ياسين. ولد محمود ياسين 2 يونيو 1941 في بورسعيد، درس بكلية الحقوق، ولكن لحبه لعالم الفن سعى للالتحاق بالمسرح القومي ليبدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية الحلم، ليقدم على خشبة المسرح القومي أكثر من 20 مسرحية، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام. بدأ محمود ياسين بأدوار صغيرة في الشاشة الفضية، وكانت فرصتي الأولى للبطولة من خلال فيلم نحن لا نزرع الشوك، وتولت أعماله سينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلم، ليلقب خلال رحلته بفتى الشاشة الأول. حصل على الكثير من الجوائز في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، منها جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، وتم اختياري عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيراً للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة. رحل الفنان الكبير محمود ياسين في 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 79 عام. أعضاء لجنة التحكيم اليوم في مسابقة العروض المسرحية: الفنانة الكبيرة والقديرة سهير المرشدي، الفنان الكبير والقدير سامح السريتي، المخرج المسرحي الكبير عصام السيد.
سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سمانة تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرض فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك، نجمك يعلى وتسبق جيلك، مع إبداع حقق حلمك. أنا ترفينا ميخائيل شاكر، شاركت في إبداع 7 تبع جامعة قناة السويس في العرض المسرحي دايرة التباشير بإخراج المخرج أحمد كمال ومؤلف المزيكا محمد عاصم، والكوست كله كان تقريبا أبطال العرض. إحنا خدنا مركز ثالث على مستوى الجمهورية، وبصراحة عملنا تقدير كبير جدا من لجنة التحكيم، وفعلا كانوا مشجعينا بطريقة كبيرة جدا، وكان ساعتها برضو الجامعة كانت مدعمانا كويس جدا ومشجعانا كويس جدا، وفعلا من أحلى وأنجح العروض أو المهرجانات اللي الواحد ممكن يشارك فيها في حياته. مع إبداع حقق حلمك. فن المسرح بكل تفاصيله، بإضاءاته وديكوره، بملابسه وإخراجه وأبطاله، حالة فنية عالية جدا. مش هو برضو أبو الفنون؟ مع مسابقة العروض المسرحية مع إبداع هتحقق حلمك. دلوقتي موعدنا مع العرض المسرحي الخراتيت اللي بيقدمه فريق كلية الزراعة جامعة المنصورة، تأليف يوجين يونسكو وترجمة دكتور حمادة إبراهيم، إعداد وإخراج محمد فرج. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ودخليكم دايما فاكرين شعرنا في مهرجان إبداع الموسم التاسع، مع إبداع حقق حلمك. التي تلاحقني؟ كف عن هذا، فلا يوجد أحد هنا. أمها أنت ذا متأخر كعادتك.
كان موعدنا في الحالية 10:30 والساعة الآن 12:00. سامحني، هل تنتظرني منذ وقت طويل؟ كلا، أنا واصل توه. إذن فإن شعوري بالذنب يهون ما دمت أنت نفسك الذي. إن الأمر مختلف بالنسبة لي، أنا لا أحب الانتظار فوقتي لا يسمح بذلك. ولما كنت أنت لا تحضر أبدا في موعدك فإنني أحضر متأخرا عمدا. اجلس. هذا صحيح، ولكنني لا أستطيع ضبط مواعيدي بشكل دقيق. تفضل هذا. أوه شكرا، إنك تأسرني بفضلك. وأنت أشعر بشعرك. خذها كمشتر. شكرا شكرا. انظر إلى هذا الرأس. أي الذي هو رأسها؟ ما أكبر لساني. هذا ليس غريبا، إنك مهدد بالإصابة بتليف الكبد يا صديقي. هل تعتقد ذلك؟ بالطبع. ثيابك مهلهلة، شيء يرثى له. قميصك قذر بصورة مقرفة، حذاؤك ليس لامعا. وكتفاك ماذا بهما؟ استدل، هيا استدل. اسمع يا جان، إن حياتي تكاد تكون خالية من اللهو والتسلية، والحياة في هذه المدينة تبعث على الضيق والملل، بالإضافة إلى الأشباح التي أراها كلما فتحت عيني وغمضتها، ثم إنني لم أخلق للعمل الذي أزاوله. إن الإنسان الأعلى عليه أن يؤدي واجبه. أي واجب؟ واجبه؟ واجبه كموظف مثلاً. ما هذا؟ برمجيها أنت باعد؟ برمجيها؟ ولكن ماذا هناك؟ القرون! مداري من القرون! كرتين! أنزل بسرعة كرتين! إنه ينطلق في السهو! رأيت؟ لقد اختعدت من الخوف. هل تسمحين لي بمساعدتك في تلك المهم؟ أشكرك يا سيدي. تستحق ما حدث له، فلم تشتري شيئا من عندنا. إن الخوف شيء يجافي العقل، وعلى العقل أن يتغلب عليه. صديقي رجل منطق. تشغفنا يا سيدي. ما قولك فيما جرى؟ لقد ذهب ولم نعد نراه. ما أسرع هذه الحيوانات؟ أحداث نادرة لا تقع كل يوم. يا هل حملت القط عني لحظة؟ أوليس شرسا؟ حسناً. النبيذ الغالي الذي كنت أحمله. عندي من النبيذ الكثير، ونبيذ ممتاز في زجاجات لا تنكسر أبداً. أعطيها زجاجات أخرى. حاضر. لا تضيع وقتك، اهتم بأمر هذين الشهيدين. تكلم، ما قولك فيما جرى؟ عما تتحدث؟ عن الخرتيت يا صاحبي، عن الخرتيت. أنت لطيف جداً يا سيدي. هذا أقل ما يجب يا سيدتي. ها، ما قولك فيما بعد؟ لا شيء، يبدو لي أن ذلك كان خفي. أنت لطيف للغاية، يا للأدب الأصيل. أشكرك يا سيدي على حمل القط. إنني في غاية السعادة لمعرفتك يا سيدتي. يجب أن تشتري من عندنا في المستقبل، بذلك لا تضطرين إلى عبور الشارع ولا تصادفين ما يسوءك ويزعجك. هل لي أن أرافقك جزءاً من الطريق؟ إن زوجي ينتظرني يا سيدي العزيز، أشكرك. وليكن ذلك مرة أخرى. أرجو ذلك من كل قلبي يا سيدتي العزيزة. وأنا أيضاً. ما أنا الزهر فاتنة، أليس كذلك؟ الآن سأشرح لك القياس. أجل القياس. ما من شك أنه أمر عجيب. لم يرد هناك غبار. خرتيت، إنني لفي ذهول. واضح أنك في ذهول، لقد كان خرتيتا والآن فهو بعيد. ولكن لعمري إنه لأمر غريب. خرتيت مطلق الصلاح هكذا في المدينة، لا يجب أن يسمح بذلك. ضع يدك أمام فمك. لا يجب أن يسمح بذلك، فهذا شيء خطير، إنني لا أفكر في ذلك. يجب أن نحتج على السلطات البلدية، فما فائدتها؟ لا تشغل بالك، قد يكون هرب من حديقة الحيوان. هل تحلم؟ لم تعد هناك حديقة حيوان في المدينة منذ أن قضى الطاعون على جميع الحيوانات. إذن فلعله جاء من السر. أي سرك تقصد؟ أي سرك؟ سرك متجول. أنت تعلم جيدا أن العمدة منع الرحالة من الإقامة في المنطقة. لم نعد نشاهدهم منذ نعومة أظافرهم. في هذه الحال ربما يكون الخرتيت قد ظل منذ ذلك الحين مختبئا في غابات المستنقعات المجاورة. وأين تلك الغابات التي تتحدث عنها؟ إن هذه المقاطعة تكنى بقشتالة الصغيرة من فرط جفافها، إنها قاح. ماذا إذن؟
ربما يكون قد اختبأ تحت حصار، أو ربما يكون قد بنى عشه فوق غصن الشجرة. فوق غصن الشجرة. إذا كنت تتصور نفسك ظريفا حاضرا نبتة تعلم بأنك مخطئ. أنت ممل تضايق بآرائك الغريبة. إنني أعتبرك غير كفء للدخول في مناقشة جادة. أنا آسف، لم أقصد أن... إنني كاتك فارغة لا تساوي شيئا. إنني لا أزعم مطلقا أن... إنني أكره أن يسخر أحد مني. أنا لا أسمح لنفسي بذلك يا عزيز. أنت تسمح لنفسك بذلك، وزيادة على ذلك إنك تعاملني على أني حيوان غبي. أنت تهينني. أنا لا أهينك، بالعكس أنا أقدرك. إذا كنت تقدرني حقا فلماذا تعارضني وتزعم أنه ليس من الخطر في شيء أن ترك خرتيتاً يرتضى هكذا وسط المدينة؟ أنا لم أؤكد أبداً أنه لا خطر من ترك خرتيت يركض هكذا وسط المدينة. كل ما قلته أنني لا أفكر في هذا الخطر. أنت لا تفكر في أي شيء. هذا صحيح، أنا معك في هذا. أنني لا أحب الخمر كثيراً، ومع ذلك فإذا لم أشرب لا تسير الأمور على خير ما يرام. كأنني أشعر بالخوف. أشرب حتى لا أشعر بالخوف. الخوف من أي شيء؟ ها؟ لا أدري من أمر ذلك الكثير. أنني أشعر بأن مزاجي منحرف في الوجود بين الناس. لا أجد نفسي. وما أن أشرب قليلا من الخمر حتى أتعرف على نفسي من جديد وأصبح أنا. بالإضافة إلى أنني أشرب حتى لا أرى تلك الأشباح. هذيان هذيان يا بيرنجيه، انظر إلي، إن وزني في نفس وزنك، ومع ذلك أشعر بأنني خفيف خفيف. ومثالك جبت. عفوا. سليم. سليم، إنك لقوي. نعم، إنني لقوي. قوي لأنني لست مخمورا. هاك مثالا على القياس. القط له أربعة أرجل. يمكن أن يكون قطا. هذا من وجهة النظر المنطقية، ولكن العكس أيضا صحيح. أما أنا فالوحدة تذكر كاهلي والمجتمع كذلك. إنه لأمر غريب أن يعيش الإنسان. إنك كاذب، تقول بأن الحياة لا تهمك بينما هناك شخص يهمك. من؟ زميلتك في المكتب التي مرت قبل قليل. يبدو أنك متيم بها. على أي حال، حاصل على ليسانس حقوق، رجل قانون وله مستقبل عريض في الشركة ومستقبل في قلب دايزي، وأنا لا أستطيع أن أنافسه في حبها. إنه يتمتع بحظوة الرئيس، أما أنا فلا مستقبل لي ولم أدرس، فلا أمل لي على الإطلاق. وأنت تتراجع هكذا؟ وماذا يمكن أن أفعل؟ الحياة كفاح، من الجبن ألا تكافح. ماذا تريد أن أصنع؟ إنني أعزل من كل سلاح. تسلح يا عزيزي، تسلح. إذا كان لدينا قطان تكمل الأرجل لدينا. إيه؟ سمانيه. ولكن المنطق ليس له حدود. ومن أين لي بالأسلحة؟ سترى الآن. سلاح الصبر والثقافة، سلاح الذكاء. عليك أن تكون ذا عقلية بارعة. يجب أن تكون عارفا بكل ما يجري في الحياة من مختلف الأمور. وكيف ذلك؟ إذا أخذنا اثنين من أرجل هذين القطين، كم يبقى لكل منهما؟ إنها عملية معقدة. بالعكس، إنها عملية سهلة. قد يكون هذا سهلا بالنسبة لي، أما أنا فلا. فكر قليلا، اجتهد. لا أستطيع. يجب أن نخبرك بكل شيء. اطرح اثنين من الثمان أرجل، فكم يبقى لكل منهما؟ إيه، انتظر. هكذا يجب أن تفعل. تتخير ملابسك وتحسن ارتدائك. هكذا. إيه، هناك عدة حلول ممكنة. المسرحية بتتكلم عن الأشكال النمطية اللي موجودة في الحياة وكيفية التغلب عليها من قبل الإنسان، وإن احنا في الآخر لازم نحتفظ بإنسانيتنا مهما واجهنا من الأشكال النمطية الفجأة اللي احنا بنقابلها في حياتنا. ومن هنا كان فكرة النص اللي طرحت بالنسبة لي مع فريق مسرح كلية الزراعة. دوري ديزي في مسرحية الخراتيك،
هي شخصية متفرطة يعني، والمسرحية ليها كل نمط في المسرحية ليه شكل معين. لسه مكملين معاكم فعاليات مسابقة العروض المسرحية بالموسم التاسع من مهرجان إبداع، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. فن المسرح بكل تفاصيله، بإضاءاته وديكوره، بملابسه وإخراجه وأبطاله، حالة فنية عالية جدا. مش هو برضو أبو الفنون؟ مع مسابقة العروض المسرحية مع إبداع هتحقق حلمك. أنا ابن من أبناء مسرح الجامعة ومؤمن بدوره في إسراء الحركة الفنية بشكل عام والحركة المسرحية بشكل خاص. مسابقة إبداع بتنظمها وزارة الشباب والرياضة، والسنة دي هو العام التاسع لتنظيم هذه المسابقة، وأنا بعتز لأني كنت عضو لأكثر من لجنة تحكيم، وسعيد جداً أن أنا عضو لجنة تحكيم مش كمحكم، لا كمستمتع بمواهب الشباب وإبداعاتهم وأفكارهم المتطورة وأحلامهم اتجاه المستقبل على المسرح. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سمانة تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرض فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك، نجمك يعلى وتسبق جيلك. مع إبداع حقق حلمك. هل ذهبت من قبل إلى المسرح؟ هل تعرف أي شيء عن مسرح الطليعة؟ هل شاهدت مسرحيات ليوجين يونسكو؟ كلا للأسف، سمعت عنها فقط. إن إحدى هذه المسرحيات تعرض الآن، فانتهز الفرصة وستتاح لك بذلك فرصة عظيمة للإطلاع على الحياة الفنية في هذا العصر. أنت على حق، سأعيش في مجرى الأحداث اليومية كما تقول، أعهدك على ذلك. أعاهد نفسك أنا؟ لني أعاهد نفسي على ذلك علناً وجهاراً، ولسوف أفي بالعهد بدلاً من الشرب. قررت أن أثقف نفسي، لقد بدأت منذ الآن أشعر أنني أصبحت أحسن حالاً. أليس ذلك منطقياً؟ هذا اليوم بالذات سأذهب إلى المتحف البلدي وسأشتري تذكرتين للمسرح هذا المساء، هل تأتي معي؟ كلا، هذا المساء لا، فلدي موعد مع أصدقائي في الحال. سبحان الله، هل تنصحني بالإقلاع عن الخمر بينما تسكر أنت؟ إنني أعترف تماما عنك، أنا لست سكيرا. ولماذا أكون أنا سكيرا أكثر منك؟
عليك في هذه الحال. أنا رجل معتدل، أما أنت فأنا ماذا أقول بأنك؟ أوه ولكن ماذا هناك؟ القرون، أناري من القرون. قرتيل بسرعة قرتيل، إنه ينطلق بالسهم. قرتيل ينطلق بعصا عاديه على نصف البقاط. قرتيل قرتيل لقد سحقك الدهر أيها الحيوان المسكين. لا تبكي يا سيدتي، إن قلوبنا تنفطر لبكاء. سيد رانجيه هل كنت موجودا؟ هل رأيت؟ صباح الخير يا أنسة دايزي. أعفو، هذا كثير جدا. ميتسو، ميتسو حبيبي، كنت أتمنى أن أراك في ظروف أخرى. ماذا تريدين يا سيدتي؟ إن القطة جميعا فانية ولا بد من الإذعان لذلك. قطي عالي يا سيدتي. هدر من روحك يا سيدتي العزيزة. إنه شيء مؤلم، يجب أن نعترف بذلك. قطي، لقد مر قبل قليل أمام الدكان. ليس هو نفسه. بلى، إنه نفسه. إنها المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك. أعتقد أنه هو نفسه. كلا، لم يكن الخرتيت نفسه. فالخرتيت الأول كان له قرنان فوق أنفه، كان خرتيتا آسيويا، أما هذا فلم يكن له سوى قرن واحد، إنه خرتيت أفريقي. كلام فارغ. كيف استطعت أن تميز بين القرون؟ لقد مر الوحش بسرعة هائلة بحيث لم نكد نلمح. فعلا كان ينطلق بسرعة. لم يسعفك الوقت لكي تعد قرونه، وزيادة على ذلك فقد كانت تلفه سحابة من الغبار. أنا لا أتخبط في ظلمات العقل، إنني سريع الحساب فذهني حاضر. لقد كان ينطلق مطاطع الرأس. وهذا بالذات مما ساعد على حسن الرؤية. قطي، كلام فارغ. أتدرؤ فتدعي أنني أقول كلاما فارغا؟ أجل، تقول كلاما فارغا كل الفراغ. أنا لا أقول كلاما فارغا أبدا. ولست سوى متحضنك مغرور ومدعي. سيدان، مدعي غير واثق من معلوماتك. أولا لأن الخرتيت الأفريقي له قرنان، أما الخرتيت الآسيوي فله قرن واحد. أنت مخطئ، لأن العكس هو الصحيح. هل تحب أن تراهن؟ لا تترى عصبك يا سيد فرنجيه. أنا لا أراهن. القرنان فوق أنفك، أنت أيها الخرتيت الآسيوي. أنا ليس لي قرن ولن يكون لي محيل. بلى، كما أنني لست آسيويا أيضا. ومن ناحية أخرى فإن الآسيويين بشر كغيرهم. إنهم صفر، صفر للغاية. بالله يا سيد رجيه، بالله يا سيد جان. على أي حال فأنت كرمزي. الخرتيت الآسيوي له قرنان، والخرتيت الأفريقي له قرن واحد. لا، الخرتيت الأفريقي له قرنان، والخرتيت الآسيوي له قرن واحد. أيها السادة، اسمحوا لي بأن أتدخل. صديقي رجل منطق محترف، رجل منطق محترف. تشرفنا يا سيدي. لقد مر من هنا خرتيتان. بل خرتيت واحد. دعوني أتكلم أيها السادة. تفضل. إن النقاش كان ينصب أولا على أن إذا كان قد مر من هنا خرتيت واحد أم خرتيتان، ويجب الرد على هذا السؤال. كيف؟ إذا كان الخرتيت الذي قد مر من هنا أولاً ذو قرنين والثاني ذو قرن واحد، فإن هناك احتمالاً بأن يكون هو نفس الخرتيت. حيث يمكن أن يكون قد فقد أحد قرونه أثناء الجري. أما لو كان العكس فلا بد أنه قد مر من هنا خرتيتان. لأنه لا يمكن أن ينبت قرن لخرتيت في بضع دقائق. هذا هو ما يجب إثباته. ولكني متأكد أنه قد مر من هنا خرتيت واحد. بل خرتيتان. ذو قرن واحد. بل قرنان. خرتيت واحد. بل خرتيتان. ذو قرن واحد. بل قرنان. خير 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 خير
حولك انظر حولك فتش عنه كل مكان بآيات لتؤكد قولك الفتان بل خرتيت لا تطلب منهم تصويت رأيك حق لا تشرحه خرتيت بل خرتيتان لا وقت لننتفض الآن من عارضك اليوم انطهه بالخرافات. لقد رأيت الخرتيت، رأيته بعيني. إن الواقعة مكتوبة في الجريدة، إنها مكتوبة تحت عنوان القطط المسحوقة. اقرأ الخبر إذن يا سيدي الرئيس. بالأمس الأحد في مدينتنا في ميدان الكنيسة ساعة تناول المشاهيات سحق قط تحت قوائم حيوان غليظ الجلد. أنا لا أثق بالصحفيين فالصحفيون كلهم كاذبون. إنني لا أصدق إلا ما أراه بعيني، فأنا ذو عقلية منهجية دقيقة. وما دخل العقلية المنهجية في موضوعنا؟ إنني أرى يا سيد بوتار أن الخبر دقيق ومحدد. أنا لست من الجنوب يا سادة، فإن أهل الجنوب لديهم خيال واسع، ولعل الموضوع كان مجرد برخوث سحقه فأر ثم جعلوا من الحبة قبة. فنحاول إذن أن نستوضح الأمر. تقول إذن أنك رأيت بعينك الخرتيت وهو يتنزه متسكعا في طرقات المدينة؟ لا لا لا، لم يكن يتسكع، وإنما كان يرقص. أنا شخصيا لم أشاهدها، ومع ذلك فإن بعض الأشخاص موثوق بها. ها أنتم إذن ترون أنها إشاعات، إنكم تصدقون بعض الصحفيين الذين يخترعون الأخبار للترويج لجرائدهم الحقيرة. إنني أوافقك الرأي. ها أنا فقد رأيت الخرتيت أؤكد ذلك. سبحان الله، وكنت أظن بأنك فتاة عاقلة وجادة. وأنا أيضا رأيت الخرتيت. يا سيد بوتار، أنا ليست على بصري غشاوة، ثم إنني لم أكن وحدي، بل كان هناك أناس حولي يتفرجون. وربما كانوا يتفرجون على شيء آخر، فهم جماعة من المتسكعين ليس لديهم عمل يقومون به، جماعة من العاطلين. كان ذلك أمس، وأمس كان الأحد. ليكن، ولكن اسمحي لي أن أسألك أولا، هل تعلمين يا آنستي ما هو الخرتيت؟ إنه حيوان ضخم شرس الطباع. وتتبهين بأنك مستنيرة الفكر دقيقة المعلومات؟ إن الخرتيت يا أظن أنك ستلقي علينا محاضرة عن الخرتيت، فلست هنا في المدرسة. إنه الأمر مؤسف. حسنا، الساعة جاوزت 9 آنسة، ارفعي كشف الحضور، والمتأخرون يتحملون نتيجة تأخرهم. صباح الخير يا أنسة دايزي، هل تأخرت؟ سيد رجيب، وقع على كشف الحضور بسرعة. شكرا. هل وصل الرئيس؟ نعم لقد وصل بهذه السرعة. إنني أكافح الجهل حيثما أجده، في القصور وفي الأكواخ وحتى في دور النشر. يا سيد بوتار، إنني أعتقد أنك تجاوزت حدود الأدب. أنا أيضا أرى ذلك يا سيدي. إياك وأن تقول أن مساعدي وزميلك السيد دوزار الحامل لإجازة الحقوق الموظف الممتاز شخص جاهل. لن يذهب بي الأمر إلى حد تأكيد مثل ذلك. حسنا، هاتي كشف الحضور يا أنسة. ها هو يا سيدي. أنا كنت بقدم دور البقالة. دور البقالة كان بيوضح الجشع اللي في كل إنسان، وإن المادة عنده أهم من كل حاجة. بلعب دور بيرانجي، الإنسان الوحيد اللي بيفضل متبقي في الأنماط المختلفة، الفجة اللي موجودة في المجتمع. يمكن هو أقل منهم في الحياة عموما، أقل منهم في الثقافة، أقل منهم في الحياة الاجتماعية، بس هو الوحيد اللي محتفظ بإنسانيته، هو الوحيد اللي مش ما عندوش صفة وحشة أو صفة فجة جداً.
وهنكمل معاكم الباقي من فعاليات مسابقة العروض المسرحية. بتمنى التوفيق والحظ السعيد لكل المشاركين. استنونا. دي كانت البداية مع إبداع 9. استمر الحلم بشباب مصر. حلمك. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سمانة تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها. امسك قلمك، اعرض فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك، نجمك يعلى وتسبق جيلك. مع إبداع حقق حلمك. بالنسبة لنا جائزة مهمة جدا، لأن احنا كان كفريق مسرح بقالنا كتير جدا ما شاركناش في مهرجان إبداع، فإن احنا نشارك وكمان نفوز بأفضل عرض مسرحي ده كان حاجة مهمة جدا تضاف كمان لتاريخ المسرح. كنا فخورين جدا بالجائزة ديت، لأن احنا ما كناش بننافس داخل جامعة القاهرة بس، احنا كنا بنمثل جامعة القاهرة قدام جامعات مصر كلها. وطبعا من الحاجات اللي كانت بتفرحنا جدا هو تكريم عميد كليتنا الدكتور محمد حسن، وكمان تكريم دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقد ايه كان فخور بينا وفرحان اثناء استلام الجائزه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. مع ابداع حقق حلمك.
الرئيس. حسنا الحق بي يا سيد بوطار. تفضلوا تفضلوا. ماذا ستفعل ذلك؟ سأنتهز الفرصة وأذهب إلى الصديق جان، فقد كنت مختار وأريد أن أتصالح معه. هيا هيا أنت أول. لا لا أنت أولا. كلا أنت أول. مستحيل أنت أولا. أرجوك أنت أول. أنتم تلعبوا. لكنني رأيته مساء أمس ولم يكن معتدل المزاج. أعرف السبب، إنها غلطتي. لعله لا يريد أن يفتح لك، حاول مرة أخرى. أشكرك أشكرك. جان يا جان. ماذا هناك؟ جئت لكي أراك يا عزيزي جان. من هناك؟ أنا بيرانجي. أهلا يا بيرانجي. هذا أنت، أدخل. صباح الخير يا جان. كم الساعة؟ ألا تزال هنا راقدا؟ أنا آسف لربما أزعجتك بحضوري. غريب أني لم أتعرف صوتك. وأنا أيضا لم أتعرف صوتك. اجلس. حسنا، لقد كنت كما تعلم يا جان غبيا عندما غضبت منك بسبب موضوع كهذا. أي موضوع؟ موضوع الخرتيت. أي خرتيت؟ الخرتيت أو إذا شئت الخرتيتان اللذان رأيناهما معا. نعم لقد تذكرت، فلنكف عن الحديث في هذا الموضوع. هذا تلطف منك. وبعد مهما كان الأمر فأنا متمسك بأن أقول لك أنني ظلت أؤيد في عناد وتعصب. باختصار باختصار لقد كنت غبي. هذا شيء لا يدهشني منك. أرجو أن تصفح عني. فأشعر أنني لست على ما يرام. أنني حزين لذلك. ماذا بك إذن؟ لست أدري بالضبط. هبوط أو ضعف؟ بالعكس إنني أشعر بخلايان. إذن ربما كنت تعاني من إفراط وزيادة في الصحة. أنا أتمتع بتوازن كامل. أنا سليم الجسد سليم العقل. طبعا طبعا، ومع كل فقد تكون مصابا ببل. هل حرارتك مرتفعة؟ لست أدري، أنا أشعر بألم في رأسي. إن صوتك مبحوح أيضا. مبحوح؟ نعم قليلا، لذلك لم أتعرف صوتك. ولماذا هو مبحوح؟ إن صوتي لم يتغير. صوتك أنت الذي تغير. صوتي أنا؟ ولم لا؟ جائز، لم ألاحظ ذلك. ما الذي أنت قادر على ملاحظته؟ إن جبهتي بالذات هي التي تؤلمني أكثر. لعلي ارتطمت بشيء ما. ما ارتطمت؟ ربما ارتطمت وأنا نائم. لو حدث ذلك لأيقظتك الصدمة ولظهر لك بروز يشبه الحادة. فعلا انظر، هذا هو البروز. لقد ظهر لك بروز بالفعل. بروز صغير جدا. أي هنا لقد نبت فوق أنفك تماما. أنا ليس عندي بروز مطلقا، ولم يحدث ذلك لأي من أفراد أسرتي على الإطلاق. انظر في المرآة. حسنا. يبدو ذلك فعلا. لابد أنني ارتطمت بشيء ما. إنك تتنفس بصوت مسموع، هل تشعر بألم في حنجرتك؟ لعلك مصاب بخناق. ولماذا أصاب بخناق؟ أنا آسف، أنت على حق. بضعة أيام من الراحة وانتهي كل شيء. ليس لدي وقت للراحة، يجب أن أسعى لاسترداد قوتي. حالتك ليست خطيرة. هل استدعيت الطبيب؟ لست بحاجة لطبيب. بلى، لابد من استدعاء الطبيب. إياك أن تستدعي طبيبا ما دمت لا أريد استدعاءه. إنني أعالج نفسي بنفسي. الأطباء يخيعون من الأغراض ما ليس له وجود. عملهم هذا يصدر من شعور نبيل. إنهم يفعلون ذلك رغبة منهم في الاستمتاع بعلاج الناس. إنهم يخترعون الأمراض. ربما يكونوا يخترعونها، لكنهم يعالجون الأمراض التي يخترعونها. أنا لا أؤمن إلا بالأطباء البيطريين. شرايينك يبدو أنها تندفق، إنها بارزة. هذه من علامات القوة. طبعا من علامات القوة والصحة، ولكن ما الذي تتفحصه مني هكذا؟ كأنني حيوان غريب. بشرتك مالك على بشرتي؟
أتراني أهتم ببشرتك؟ نعم، كأن لونها يتغير بسرعة لأنها تقطر ثم إنها تغير. لا تتحسسني هكذا، إنك تضايقني. ربما كان الأمر أخطر مما كنت أظن. لابد من استدعاء الطبيب. دع هذا الجهاز في هدوء، لا تتدخل فيما لا يعنيه. لا تغضب، لا تغضب، أنت تعلم جيدا أنني صديقك. إن الصداقة لا وجود لها، وأنا لا أؤمن بصداقتك. إنك تغيظني. وداعي لأن تغضب. عزيزي جان، أنا لست عزيزك جان. أنت اليوم نفر من الناس ومبغض لهم. نعم، أنا اليوم نفر من الناس مبغض لهم، ويروق لي أن أقول كذلك. جان، إنك الحقيقة أنني لا أكره البشر، فلا أهمية لهم عندي، وهم بالنسبة لي سواء، ولكن عليهم ألا يعترضوا طريقي، وإلا سحقتهم سحقا. تعلم تماما أنني لن أكون أبدا عفوا. إن لي هدفا وأنا أنقض عليه. لا تغضب، لا تغضب، لا أطيق ملابسي. ماذا أصاب بشرتك؟ بشرتي مرة أخرى كأنها من الجلد السمين. إنها أنت من بشرتي، إنني أتحمل تقلبات الجو. إن لونك يزداد اضطرارا. لا تهتم بلوني. ماذا تقول؟ أقول لأن هذا يسليني. أتعرف ماذا حدث لبوب؟ أصبح خرتيت. حسنا، هذا شيء يخصه. كفى مزاحا، كفى. من الواجب أن لا تعارضني. أنا حران، حران. إنها الحب. دعني أستدعي الطبيب أرجوك. إنني أنهك من ذلك من عمل. أنا لا أحب الشخص العنيد. أما عنكم فإذا كان قد أصبح خرتيتا بمحض رغبته أو ضد رغبته، فربما ذلك خير له وأفضل. ما هذا الذي تقوله يا صديقي؟ كيف يمكن أن تتصور؟ إنك ترى الشر في كل مكان، وما دام قد وجد متعته في أن يصبح خرتيتا فلا غرابة في الأمر. ومع ذلك فأنا أشك في أنه وجد متعة في ذلك كما تتصور. ألا تعلم بأن الأمر ليس بهذا القبح؟ على أي حال، فإن الخراتيت مخلوقات مثلكم، لها الحق في الحياة مثلكم تماما. على كل حال، فنحن لنا أخلاقنا التي تتعارض مع أخلاق هذه الحيوانات. الأخلاق؟ حدثني عن الأخلاق. لقد تخطب الأخلاق، يجب أن نتجاوز الأخلاق. وماذا يحل محلها؟ الطبيعة. الطبيعة؟ الطبيعة لها قوانينها، والأخلاق ضد الطبيعة. إذا كنت قد فهمت مقصدك، فأنت تريد أن تبدل قانون الأخلاق بقانون الغابة. سأعيش فيها، سأعيش فيها. كلام يقال، ولكن الواقع هو أن أحدا. لابد من إعادة تكوين أسس حياتنا، لابد من العودة إلى حالة الطهارة البدائية والبراءة الأولى. إنني لا أخذ حديثك ما أخذ الجد. لا شك أنك تمزح، إنني أعرفك معرفة وثيقة، بحيث لا أعتقد أن هذا هو ما تؤمن به في أعماقك، لأنك تعلم تماما مثلي، فإن الإنسان. الإنسان! لا تنطق بهذه الكلمة! عزيزي، أريد أن أقول أن الإنسانية. الإنسانية بادت! إنك عاطفي تبعث على السخرية! إنما تقوله كلام فارغ! كلام فارغ! كل الكلام! يدهشني أن أسمع منك ذلك يا عزيزي. هل فقدت عقلك؟ هل تحب أن تكون خرتيتاً؟ ولم لا؟ فأنا لست مثلك، لست مثلك. أؤمن بالآراء المسبقة العتيقة. تكلم بطريقة أكثر وضوحاً، فأنا لا أفهمك لأن نطقك رديء. ماذا؟ افتح أذناي. كنت أقول، لماذا لا أصبح خرتيتاً؟ لماذا؟ إنني أحب التغيير. إن مثل هذه التصريحات تصدر منك، يبدو فعلا أنك فقدت عقلك. ولكن لماذا أنت هايكل هكذا؟ حتى من روعك، إنني لم أعد أتعرف شخصيتك. حر جديد، تدمير هذا كله، الملابس تحكني، الملابس تحكني. ولكن ماذا تفعل؟ إنني لم أعد أتعرف شخصيتك. المستنقعات، المستنقعات. جان، انظر إلي. لا يبدو عليك أنك تراني، لا يبدو عليك أنك تسمعني. إنني أراك جيدا، إنني أسمعك جيدا. انتبه،
احللن قرنك ايطول بسرعه انك خديت. انه خديت، ما كنت اعتقد ان يحدث له ذلك. يوجد خديت في العماره يستدعي الشرطه. يوجد خديت في البيت. سيده يا للسماء، قطيع كامل من الخراديد في الشارع، جيش من الخراديد ينخرط في الشارع. من اين الخروج؟ من اين الهروب؟ راح داري من القرون. كلا لن اتبعكم. أنا بحييكم كلكم الحقيقة، وإنتوا شباب، فلما يكون أمامي شباب جادين وراغبين في إنهم يعبروا عن مجتمعهم وعن حياتهم بوجهة نظر محترمة زي اللي أنا شفتها النهاردة، ففعلاً أنا بحييكم وإنتوا جديرين بالاحترام. الإنسان إن هو يتماسك ويظهر إنسانيته ويكافح حتى لو كان هو لوحده في العالم، فأنا بحييه، ولذلك بحيي جدا هذا الاختيار، لأن احنا في أحوج الأشياء اللي دلوقتي. كمان جميل جدا جدا إن أنا كنت أمام عنصر نسائي متميز النهاردة وهو واقف على خشبة المسرح. أنا بحيي فعلا المرأة اللي كانت والأنسة والعنصر النسائي بمعنى الكلمة. أنا بحيي كمان المخرج في اختياره، لأن الكلمات واضحة، المواقف واضحة، الإحساس وصلني. كل واحد حس كده أنه هو بطل يقدر يشيل ويكافح زي ما كافح بطلنا في المسرحية. دايماً بستنى عروض جامعة المنصورة، لأنكم دايماً بتقدموا عروض متميزة، وأنا بحييكم وبشكركم لالتزامكم بكل الشروط. بضم صوتي طبعاً لصوت مدام سرنها، يعني بتحييكم على طرح هذا الفكر والصمود أمام كل الشرور اللي جاي لنا من برة، وألف ألف مبروك لكم جميعاً. عايز اقول لكم على حاجه بعد اذنكم، يعني وجودكم النهارده وعرضكم النهارده في حد ذاته جايزه، ما تنتظروش جايزه اكتر منها. فمساله الجايزه ما هياش الهدف الاسمى ليكم، الهدف الاسمى ليكم انكم تعرضوا وان الناس تتبسط من عرضكم والناس توصلها رسالتكم. فانا بحييكم على ان رسالتكم واصله، واحييكم على هذا الانضباط، بحييكوا على كل العناصر الموجودة في العرض. خلصت حلقتنا النهاردة، لكن مسابقتنا لسه مستمرة معاكم بمهرجان إبداع الموسم التاسع، وتابعنا مع حضراتكم منافسات اليوم من مسابقة العروض المسرحية، وشفنا فيها العرض المسرحي الخراتيد اللي بيقدمه فريق كلية الزراعة جامعة المنصورة، تأليف يوجين يونسكو وترجمة الدكتور حمادة إبراهيم، إعداد وإخراج محمد فرج. بتمنى كل التوفيق لشبابنا المشاركين واللي أمتعونا بأعمالهم الإبداعية، وخليكم دايما فاكرين شعارنا في مهرجان إبداع الموسم التاسع: مع إبداع حقق حلمك. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة. حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناحك طاير في السماء حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة. بنغني بقالنا سنين، وكمان هنغني سنين قدام. من هنا ما الحكاية.
حاجات انواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكره هيكون اول سكه بكره. افرض حلمك على قد الدنيا الدنيا تساع اصلها ابداع. Get it.